عشان تعيش مستريح؟ اكتم عن الناس ذهبك وذهابك ومذهبك. ذهبك حالتك المادية ودخلك ما تحكيش عنهم، عشان لو معاك ما تتحسدش ويطمع فيك، فكل ذي نعمة محسود. ولو مش معاك محدش يعاملك بشفقة ويستقل بيك. أما ذهابك بمعنى إنك لو مقدم في وظيفة جديدة ما تقولش إلا لما تتم. لو جايلك عريس ما تقوليش، رايح تخطب ما تسيحش، ربنا هيسهلك في أي خطوة. ما تفضحش الدنيا واسكت، امسك لسانك وهتلاقي خططك بتتحقق بفضل الله. سيدنا يعقوب أبو سيدنا يوسف قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. تخيل خاف إنهم يحسدوه رغم إنه كان مجرد حلم. وبخصوص وأما بنعمة ربك فحدث، فمعناه إنك ما تنكرش نعمة ربنا عليك، واحمده على كل حال، والبس وكل كويس، ولكن تستر بنفسك وما تتفخرش برزقك. أما مذهبك يعني ميولك وأفكارك، بتحب إيه وبتكره إيه. ما تتكلمش عن نفسك كتير عشان ما تدخلش في جدالات فارغة وتوجع قلبك بحوارات ملهاش أي لزوم. لو عاوز ترتاح ما تنصحش اللي ما طلبش نصيحتك، إلا لو كان شخص بيكبر بيك ومش هيندمك على كلامك معاه. خليك باب مقفول، وساعتها هتفضل محافظ على زهوتك ولمعانك في نظر كل اللي حواليك. سيدنا عمر بن الخطاب كان بيقول ندمت على الكلام مرات، وما ندمت على الصمت مرة.